كرم بدي اياك شوي. شو في كوتش؟ متذكر المدرب اللي اجى لعنا؟ ايه انبسط مني كتير وقتها. لا والله. شو هالحكي هاد؟ سجلت 3 جوال ومرقت جولين وطول المباراة عم بركض وما هديك. ما بعرف هو هيك قال لي. احكي معه انت، اذا في شي ملاحظة منحلها مع بعض. بعرف انه حكي راح يضايقك، بس انت ما عم تتطور باللعب. كرة القدم بدها موهبة وانت ما عندك اياها. بس انت مو هيك قلت لي. كنت مفكرك راح تتحسن. بعدين المدرب الاساسي هيك رأيه، لهيك راح غير تشكيلة الفريق وراح حط عصام بدالك. لا تتضايق، الطابي مو كل شيء بالحياة. اهتم بدروسك هلا، انت ذكي وإلك مستقبل. يلا لا تضايق حالك. خير؟ شو بده منك كرم؟ ما في شيء. طيب ليش اجت امك؟ شو قلت امي؟ ما شفتها؟ كنا عم هذا. انت ليش مو انت اتصلتي فيي؟ كرم لهلا ما رجع على البيت. ما رجع؟ ليش وينه؟ ما بعرف، بس يشرف اساله انت. ايه اذا الاب مو سائل ما فيك تلوم الابن ابدا. انت بحياتك ما سألت عن حدا بهالبيت. شرف. وينك لهلا؟ جاوبني، تعال هلا شوف. فوق ريحتك كلها مشروب؟ شو هذا ولا؟ نحن عم نهلك بالشغل ليل نهار مشانكم، وحضرتك قاعد عم تسكر كل يوم؟ لك لما بحكي معك طلع فيني ولك. أنا بعرف شو عملتي. بعرف، أنا طلعت من الفريق بسببك. انبسطتي هيك؟ حرمتيني من الشغلة الوحيدة اللي أنا بحبها. ليش هيك عم تساوي؟ أمي. رح ضل اكره هيك وما رح سامحك بنوب. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.